احنا كمان نرجع للثروات اللي عند سينا والتنمية اللي ممكن تحصل في سينا واللي حاصلة دلوقتي كمان على الموجودة دلوقتي حاليا، التنمية الموجودة دلوقتي شايفها ازاي، وشايف اهل سينا ممكن يشاركوا ازاي في هذه التنمية، وايه الدور اللي بيقوموا بيه حاليا؟ والله خليني اقول لحضرتك، اهل سينا ناس بسطاء. اهل سينا ليس لهم مطمع الا حياه ادميه كريمه. هناك حضرتك لو هنبدا باهل سينا، اهل سينا حضرتك طبعا كل القيادات السياسيه والاجهزه اشادت بدور ابناء سينا في انتصارات اكتوبر، وان شاء الله في انتصارات مصر على الارهاب. طب هل المكافاه ان انا المزارع اللي اتشالت واتجرفت والكلام دوت، انا ليا برضه منظور؟ ليه ما اهل سينا اللي ليه مزرعه راحت واتجرفت، ليه ما ياخدش زرعه السلام ونعمل نسيج جديد من الزراعه، خاصه ان سينا ارض بكر وكل منتجاتها الزراعيه اورجانيك، والدول الاوروبيه والدول العربيه واحنا في مصر النهارده بدا التوجه الغذائي يفوق الحاجات التكنيكال والكلام ده. يعني احنا لو اتكلمنا عن ايه المحاور التنمويه اللي ممكن تحصل في سينا نقدر نقول ايه؟ رقم واحد الزراعه، رقم واحد نتكلم في الزراعه. هناك منطقه السر والقوارير حضرتك، منطقه زراعيه بكر تفوق 400,000 فدان. المنطقة دي على المطر بدون مية طبيعية وبدون ترعة كان يطلع فيها القمح حضرتك طول البني آدم، شجرة القمح. ليه مبدأ أنا بالكلام دوت أعمل زراعة وأعمل زراعة؟ يعني أنا مش شرط، مش عايز أزرع زراعة، يعني هناك موضوع الصوب الزراعية اللي اتعملت في مصر دي إن شاء الله كافية المليون ونص فدان الجداد، كافية إن هي تبقى سلة الخضار للسوق والمصر. لكن ليه ما أجي أستغل الأرض الغالية اللي جابوها اجدادنا ورجال القوات المسلحه وشباب مصر وخيره شباب مصر، ان ابدا اعمل زراعه حديثه، ابدا اشتغل حضرتك على الكنتالوب على الخوخ. هل تعلمي حضرتك زي ما قلت، زي ما تفضلنا بدايه البرنامج قلت لك الخوخ والكنتالوب في الدول العربيه مسمى باسم خوخ سينا. ليه ما ابدا اعمل مزارع نموذجيه؟ ليه ما ابدا اعمل مزارع زيتون؟ ده بالنسبه للزراعه. لو دخلنا حضرتك في التعدين، التعدين ده بحر كبير. نبدا برمل الازاز حضرتك، لو اتعمل مصنع للازاز، هذا المصنع عشان يتعمل لازم نعمل مصنع للسودا القش. مصنع السودا القش بعد ما يتعمل ممكن نعمل عليه 100 صناعه، ازاز مسطح، ازاز بلور، عبوات دوائيه. ال 100 مصنع ومصنع الازاز المسطح والسودا القش لوحديهم قابلين هم ياخدوا 25,000 عامل. تخيلي حضرتك لو اتعمل 25,000 عامل في رقعه صناعيه جديده في سيناء. طيب ندخل في مجال ايه تاني؟ ندخل في الرخام. حضرتك سينا فيها اكتر من 12 نوع رخام من انواع الندر اللي موجوده في العالم. سينا حضرتك فيها 175 نوع عشب من اعشاب النادره اللي اكتشف الطب في العالم. مين؟ مش ابن سينا اكتشفها؟ من ايه؟ من اعشاب سينا. حضرتك ليه ما يكون هناك مركز بحثي علمي متطور ينزل هذه الاعشاب ويطورها ويطول زراعتها وصناعتها، وتكون منطقه لصناعه وزراعه الاعشاب الاورجانيك في العالم. حضرتك ندخل في الاسماك. هل تعلمي انه من افضل انواع الاسماك اللي بتتصدر اسماك بحيره البردويل؟ هل يعقل ان عندي بحيره البردويل وعندي بحر زي البحر الابيض والبحر الاحمر ومحور قناه السويس وما زلت بستورد اسماك؟ لابد. انا عايز كل وزاره من وزارات مصر تحط ايدها في ايد سيادة الرئيس وفي ايد الدولة وتبدأ تطرح مشاريع. ده اللي هيحصل في المستقبل، لانه التنمية محتاجة تضافر لكل الجهود، واعتقد انه مدام القيادة السياسية عندها هذه النية وهذه الرؤية فاعتقد ان الكل لازم هيكون احنا كأبناء سيناء نشهد للقيادة السياسية انه في رغبة حقيقية لتنمية سيناء وتطوير سيناء. بس يا حبذا لو كانت هذه النوايا يصحبها وزارة لتنمية سيناء. احنا حضرتك لما عملنا السد العالي عملنا له وزاره اسمها وزاره السد العالي، لغايه ما اتعمل السد العالي واتلغت الوزاره. ليه ما تكون هناك وزاره لتنميه سيناء؟ الوزاره دي تبقى هي تعد القانون الجديد للاستثمار وتطرح رؤيه حقيقيه على ارض الواقع للمستثمرين المصريين والعرب، وكل الكلام ده بمميزات بما لا يعترض مع القوانين المصريه. صحيح. حتى يتسنى لاي مستثمر فتح مجال. انت عارفه حضرتك فرصة العمل الواحدة بتكلف الدولة أكثر من 3 مليون جنيه. حتى لو بيقبض هذا الموظف 1000 جنيه على مدار سنينه بالمكافآت اللي ياخدها بتكلف الدولة 3 مليون جنيه. لو بتعمل هناك صناعة، زراعة، تطوير صناعي، كل الكلام ده مش ده عبء هنشيله عن الدولة. طبعًا.